السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العمل تحدد موعد التقديم على الدراسات العليا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد التقديم على الدراسات العليا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وقالت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم في بيان أن موعد التقديم على الدراسات العليا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سيكون بدءا من 2/5/2024 لغاية 1/6/2024، مبينة أن استقبال طلبات المتقدمين سيكون يوم الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. أضافت أن أقسام الهيئة في بغداد والمحافظات باشرت بإجراءات الإحالة للمتقدمين الذين ليس لديهم قرارات صادرة من اللجان الطبية المعتمدة. عمل شمول أكثر من 300 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. كشفت وزارة العمل عن شمول أكثر من 300 عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تشريعه العام الماضي، بينما تسعى لرسم سياسة منهجية لحماية حقوق الطبقة العاملة. قال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الوزارة ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات مشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، تنفيذا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني. لافتا إلى أن القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه هو إلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به. وأضاف أنه منذ تشريع القانون تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل لغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة طبق العامل عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لا سيما أن أغلبهم من الطبقة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي. الأسد يطلق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الوجبة 41 من القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل لأكثر من 2800 مقترض. وذكر الأسدي بحسب البيان أن هذه الوجبة تضمنت ولأول مرة قروض ضمن السقف الجديد للأقراض بعد إجراء التعديل عليه. وأضاف الوزير بحسب البيان أن وجبة القروض شملت نحو 716 مستفيد من الحماية الاجتماعية. تتراوح القروض بين 20 و30 و50 مليون دينار، توزعت على المحافظات بحسب النسب السكانية ونسب الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة. مشاهدة أسماء المشمولين بخدمة أرزاق الضغط على الرابط الذي سيكون في وصف الفيديو. وزارة العمل تفتح دارا لإيواء النساء من ضحايا عصابات التسول. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية افتتاحها دارا خاصة لإيواء النساء من ضحايا عصابات الإتجار بالبشر والتسول. وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح أن التسول ظاهرة خطيرة تحتاج لرصد ميداني من قبل مختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي والتنبيه إلى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، فضلا عن لفت نظر المتسولين إلى أهم الخدمات المقدمة للفقراء من قبل الوزارة من خلال البوسترات المطبوعة التعريفية، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية بالتنسيق مع مديريات التربية، لافتا إلى تشكيل لجنة فرعية للوزارة للتأهيل النفسي والمجتمعي للمتسولين بالتعاون مع ديوان الوقفين الشيعي والسني ووزارة الداخلية والتربية والتعليم العالي للتعاون مع قسم المنظمات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. أضاف أن وزارة العمل تسعى للقضاء على الفقر من خلال شمول أكبر عدد من الأسر التي يضطر أفرادها للتسول براتب الحماية الاجتماعية، مع الحرص على السير باتجاه تمكين الشباب منهم اقتصاديا وإخراجهم من دائرة الإعانة إلى القروض الميسرة التي تساعد في استثمار طاقاتهم عبر تشغيلهم في مشاريع متنوعة تسهم بتفعيل القطاع الخاص وعدم اعتمادهم على الإعانة الاجتماعية وجعلها مقتصرة على الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. أشار في ختام حديثه إلى أن الوزارة تولي رعاية خاصة لضحايا عصابات التسول والإتجار بالبشر. تم إنشاء دار خاصة تضم عشرات النساء من هؤلاء الضحايا لتقديم المأوى الآمن والرعاية الصحية والاجتماعية لهن وتمكينهن اقتصاديا خلال إدخالهن بدورات تدريبية ومنحهن رواتب الرعاية الاجتماعية أو قروضا ميسرة لإنشاء مشاريعهن الخاصة وزجهن في سوق العمل. عمل البدء الفعلي لحملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سيشهد البدء الفعلي لحملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد. وذكرت الوزارة بدء الفعلي لحملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد. وكانت لجنة حملة العراق هويتي فريق التواصل الإلكتروني الحكومي من أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع ستكون أياما للمراجعة بالنسبة للمشمولين بالحملة، وهم الأسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية ومن لم يصدر البطاقة الوطنية الموحدة. ودعت اللجنة المشمولين بالحملة إلى متابعة هواتفها
صفحتهم لمعرفة تفاصيل الرسائل النصية التي ترد إليهم، وكذلك متابعة صفحة هيئة الحماية الاجتماعية على موقع الفيسبوك لمعرفة الأسماء المشمولة، وأيضا جلب الاستمارة المختومة من أقسام الهيئة لاعتبار أن المشمولين بشبكة الحماية موزعين على الأقسام الستة للحماية الاجتماعية في بغداد كي يتسنى أكمال الإجراءات لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة. طلقت في الأحد الماضي حملة العراق قويتي في مديريتي أحوال الرصافة والأعظمية بتوجيه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وبإشراف فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، وتستهدف الحملة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة مجانا للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية. لمان يكشف أسباب قطع راتب الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة. أصدر عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري توضيحا بشأن أسباب قطع راتب الرعاية الاجتماعية لغير الموظفين، وقال المعموري في بيان أن إيقاف الراتب عن بعض المستفيدين توقف مؤقت احترازي، والسبب في ذلك يعود إلى تقاطع المعلومات مع المرور والتقاعد الوطنية، لافتا إلى أن بعض المستفيدين أو زوجته لديه سيارة قيمتها أو موديلها مشمول بتعليمات القطع، أو قد يكون لديه راتب تقاعدي له أو لزوجته. وأضاف أن سبب القطع مخالف لتعليمات وزارة العمل، لأن السيارة تعتبر مصدر للعمل والرزق، وعندما يمتلك المستفيد سيارة خاصة ضمن الموديل هنا يكون تتوقف عنده الإعانة، أن يوجد الكثير من الناس ليس لديهم راتب وهم أحق بالإعانة من غيرهم، مشيرا إلى أنه في حال ثبت العكس بعد التوقف الاحترازي للإعانة وتبين أن الشخص لا يمتلك عجلة وعلى وزارة العمل صرف تلك المستحقات دون أن يذهب راتب شهر واحد، ولفت إلى أن بإمكان المستفيد الذي توقف راتبه بسبب السيارة مراجعة دائرة الرعاية في محافظته، حيث سيتم تزويد المستفيدين بكتب دائرة المرور، وبعضها قامت الدائرة مباشرة المخاطبة للمرور، وبعد جلب كتاب إجابة من المرور يؤيد بأن ملكية السيارة لم تعد بحوزة المستفيد أو زوجته سيارة، وبعدها سيتم إطلاق راتبه. عمل تكشف آخر مستجدات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. كشفت وزارة العمل آخر مستجدات تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى قرب فتح باب التسجيل لأصحاب الأعمال الحرة والكسبة. وقال مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي بالوزارة خلود حيران في حديث إن الوزارة تنتظر صدور التعليمات الخاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وأضاف إن فتح باب التسجيل على قانون الضمان الاجتماعي للقطاع غير المنظم لشمول أصحاب الأعمال الحرة والكسبة بالقانون الجديد سيتم عند صدور تعليمات من لجسور الدولة. وفي الثالث من شهر آذار الحالي أكدت وزارة العمل عزمها تسجيل أصحاب الأعمال البسيطة والكسبة بالضمان الاجتماعي، من بينهم سائقي التاكسي وأصحاب التيك توك والباع المتجولين. العمل قريبا ستفعل خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات مستفيدي الحماية الاجتماعية. تعتزم وزارة العمل تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقة المستفيدي الحماية الاجتماعية تتيح لحاملها التسوق والتبضع بأسعار مدعومة. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في حديث إن وزير العمل أحمد الأسدي يعلن خلال أيام القادمة تحويل بطاقات الكيكارد الخاصة بمستفيدي الحماية الاجتماعية إلى بطاقات يتوفر فيها خدمة الدفع الإلكتروني يستطيع حاملها التسوق والشراء من خلالها في الأسواق المركزية والأماكن الأخرى. أضاف أن الأسدي سيعلن أيضا عن توفير خدمة الدفع الإلكتروني إلى المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية من أجل استرجاع المبالغ إلكترونيا. وكان رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الأسدي قد ذكر أن وزارة التجارة ستقوم بفتح 3 أسواق مركزية في بغداد يتم إضافة خدمة الدفع الإلكتروني إلى بطاقات الكيكارد الخاصة برواتب الإعانة ليتمكن مستفيدو الحماية من التسويق وفق تخفيضات وعروض مختلفة. أضاف حينها أن وزارة العمل حددت 4 عروض إلى مستفيدي الحماية الاجتماعية بتخفيضات تصل إلى 40% إلى ذوي الإعاقة وكبار السن، و 30% للأرامل والمطلقات والأيتام. الأسد يبشر الشباب بعشرات الآلاف من فرص العمل، سنطلق أرضا لإنشاء مشاريع مدرة للدخل. أعلن وزير العمل أحمد الأسدي عن توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وفيما أكد أن مبادرة ريادة حققت نجاح كبير جه دعوة للشباب. وقال في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي في العراق أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقع على عاتقها جزء كبير من مسؤولية رعاية الشباب والاهتمام بهم ودعمهم وتوفير كل مستلزمات النجاح والتقدم والنهوض بهم. أضاف أن الوزارة تحركت على أكثر من خطوة وأكثر من مجال، والقروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل كانت واحدة من الحركات ومن الخطوات الواضحة التي نأمل أن يستثمرها الشباب وأن يستفيدوا منها استفادة قصوى. ودفن بالقول في المرحلة الأولى للسنة الأولى من موازنات السنوات الثلاث في عام 2023 لم يقدم لنا في الحقيقة من الشباب مشاريع ريادية نطمح إليها. العمل سنشمل أصحاب التيك توك بالضمان الاجتماعي امتيازات تفوق الوظيفة الحكومية. أكدت وزارة العمل عزمها تسجيل أصحاب الأعمال البسيطة والكسبة بالضمان الاجتماعي، من بينهم سائقي التاكسي وأصحاب التيك توك والباع المتجولين. قال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الوزارة تتوقع تسجيل أعداد كبيرة من
مظلة الضمان الاجتماعي مشيرا إلى شمول جميع الفئات الاجتماعية وأصحاب الأعمال البسيطة من سائقي التاكسي والتوك توك والكسبة والباعة المتجولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. عمل قروض تصل إلى 100 مليون دينار لهذه الشريحة. كشفت وزارة العمل عن إقامة مؤتمر خاص بالمجلس الأعلى للشباب خلال شهر آذار الحالي، في حين أشارت إلى سقف قروض المشاريع الريادية للشباب تصل إلى 100 مليون دينار. وقال مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة مشرق عبد الخالق إن قرار مجلس الوزراء المنظم، وتابع أن هذه الحاضنات ترعاها وزارة الزراعة، وكل شاب يستطيع أن يقدم على أرض زراعية لاستثمارها، لافتا إلى أن سقف الإقراض للمشاريع الريادية وبعد أن كاد يتراوح من 5 إلى 10 مليون صعد مما يتراوح من 5 إلى 100 مليون، وهذا واحدة من الفقرات التي يألفها أي مجلس سابق لكونها أموال تمنح للشباب. أكد أن الفقرات 44 جميعها مهمة بما تحويه من تفاصيل، وعلى سبيل المثال تأهيل المراكز المهمة للشباب وصيانتها. عمل تصادق على أطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء. صادق وزير العمل أحمد الأسدي من محاضر أطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء موجها بإرسالها إلى وزارة المالية لإكمال إجراء أطفائها. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي إن عدد المتجاوزين الوجبة الثانية يبلغ 154 متجاوز بمبلغ يصل إلى أكثر من 776 مليون دينار، وأضاف أن الهيئة أوقفت إجراءات الاسترداد بحق ذوي الشهداء ابتداء من 1 أيلول 2023، وقامت بجمع المبالغ المتبقية بذمتهم لأخذ الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية بأطفائها. أسد يوجه بشمول مرضى السرطان ببرنامج الحماية الاجتماعية. وجه وزير العمل أحمد الأسدي بإطلاق عمليات المسح الديموغرافي للمصابين بالأمراض السرطانية لغرض شمولهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية. قال في منشور عبر منصة إكس تويتر سابقا إنه أوعز إلى هيئة الحماية الاجتماعية بإطلاق مسح ديموغرافي للمصابين بالأمراض السرطانية وحسب البيانات المسجلة في قاعدة بيانات وزارة الصحة، وبين أن الهيئة استلمت أسماء المرضى المصابين المسجلين لدى الوزارة غرض البدء بتنفيذ المسح الديموغرافي لهم. أشار إلى أن الهيئة شملت 1198 مصاب بالأمراض السرطانية بحسب البيانات المرسلة من المجلس العام للسرطان في وزارة الصحة. تحديث بيانات أكثر من 7 مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية لتجهيزهم بالسلة الغذائية. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن تحديث وإرسال بيانات أكثر من 7 مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية لوزارة التجارة لتجهيزهم بالسلة الغذائية الإضافية لشهر شباط الحالي. وفي هذا السياق أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن عدد السلات تجاوز 7 مليون سلة لأول مرة ليصل العدد الكلي إلى 7,062,212، مشيرا إلى أن التوزيع سيتم حسب مراكز التمويل المبينة في الجدول التالي. العمل تحذر ذوي الإعاقة من أرقام تطلب منهم معلومات وبيانات. حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذوي الإعاقة من جهات مشبوهة تطلب منهم معلومات وبيانات. وقالت الوزارة في بيان أن هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل حذر المستفيدين من بعض أرقام الهواتف التي تتصل بالأشخاص من ذوي الإعاقة وتطلب منهم معلومات أو بيانات تخص المعين والمعاق وبطاقة الماستر كارد. وأضاف أن الهيئة تعلن عن عدم مسؤوليتها عن هذه الاتصالات، وتحذر الجهات التي تنتحل صفتها بالملاحقة القانونية داعية المواطنين إلى عدم إعطاء أي معلومات واعتماد المصادر الرسمية عبر موقع الوزارة موقع هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات على الفيسبوك والتليجرام. وتابع أن هيئة ذوي الإعاقة تستقبل اتصالات المواطنين واستفساراتهم من خلال رقم الهاتف الرسمي لها 444. عمل تطمئن ذوي الإعاقة، سنشمل 300,000 أسرة جديدة براتب المعين المتفرغ. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن سعيها لشمول 300,000 أسرة بإعانة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة خلال العام الحالي. زادت عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ إلى 650,000 مستفيد. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث إن وزير العمل أطلق مبادرة أنا أقدر لمنح قروض إلى ذوي الإعاقة من أجل تأسيس مشاريع مدرة للدخل، تجنح 3% منهم بمشاريع القطاع المختلط، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف القادرين من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع وضعهم الصحي. وأضاف أن مبادرة أنا أقدر تضمنت أيضا تفعيل المادة 16 لتعيين 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي ومساعدة ذوي الإعاقة في إكمال الدراستين الابتدائية والثانوية. وتابع أن هناك أكثر من 350,000 أسرة مشمولة براتب المعين المتفرغ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعتزم شمول 300,000 أسرة جديدة بإعانة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة خلال 2024. وزارة العمل تضع معايير محددة لمنح إجازات العمال ستكون قابلة تجدد سنويا. حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معايير منح إجازة العمل للعمال الأجانب الوافدين إلى العراق، فيما أكدت أنها تمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد. قال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن مسألة منح الإقامة للأجانب تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية، لافتا إلى أن مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضمن منح الإجازة للراغبين بالعمل داخل العراق. وأضاف أن الداخلية تقوم بمنح القادمين إلى العراق إقامة لمدة شهر، يتم بعدها مراجعة الراغب بالعمل مقر وزارة العمل لاستكمال معاملة الإجازة والتأكد من معلوماته
وهل يمتلك شهادة خبرة. وتابع أن إجازة العمل تمنح للمتقدم بعد التأكد من معلوماته، منوها بأن صلاحية الإجازة تكون لمدة سنة قابلة للتجديد. عمل تلقينا أكثر من 1,000,000 طلب جديد للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. كشفت وزارة العمل عن تلقيها أكثر من 1,100,000 طلب جديد للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي إن السلة الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي من أهم أولوياتها ضمن البرنامج الحكومي، ضيفا أنه تم إرسال بيانات خاصة بشهر شباط ووصل العدد لأول مرة إلى 6 مليون فرد مشمول بالحماية الاجتماعية، وبالتالي جميعهم مشمولون بالسلة الغذائية. عمل نسبة كبيرة من المتسولين لديهم رواتب حماية اجتماعية. أكدت وزارة العمل أن نسبة كبيرة من الذين يمتهنون مهنة التسول يتسلمون رواتب وإعانات من قبل الوزارة، مبينا تم ترحيل عدد كبير من المتسولين ممن يحملون جنسيات عربية وآسيوية الأسابيع الماضية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح أن ظاهرة التسول باتت مصدر لدخل العديد من الأسر التي تتخذ منه مهنة يشترك فيها جميع أفرادها، الأمر الذي دعا الوزارة رغية الحد منها على شمولها بالإعانة الاجتماعية، إلا أنه بالرغم من شمول نسبة كبيرة منها وتوقيعها على تعهد خطي بعدم العودة للشارع، إلا أن أفرادها ما زالوا يمتهنون التسول بشكل علني. العمل تحدد موعد إطلاق المستحقات المالية للجرح العسكريين. حددت وزارة العمل موعد إطلاق المستحقات المالية للجرح العسكريين. وقال نائب رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة للحلو أن الوزير أحمد الأسدي أطلق مبادرة لدعم ومساندة الشريحة ذوي الإعاقة تحتوي على فقرات مهمة، وقسمت المعاقين إلى 3 فئات. الأولى منهم فئة الجرح العسكري المعاقين الذين تطلق مستحقاتهم خلال اليومين المقبلين، وبين أن الجرح العسكريين يتمتعون بكافة الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 2013، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية خاصة في مقر الهيئة تعنى بالجرح العسكريين. وأضاف أن الفئة الثانية هم كبار السن المعاقون تحت عنوان نجيك لبيتك، أما الفئة الثالثة هم الأخوة المعاقون المتمكنون من العمل. طحن أن الفئة الثالثة تحتوي على شقين، الأول بإمكانهم التقديم على قروض من دائرة العمل والتدريب المهني وفقا للقانون القروض الجديد رقم 14 لسنة 2023 الذي يبدأ من 20 مليون دينار وينتهي ب 80 مليون. بإمكان المعاق أن يكون رب عمل شغل أيادي عاملة فيما إذا قدم مشروع بسيط ذا جدوى اقتصادية. أما الشق الآخر هم المعاقون الموجودون في السجون والمعتقلات حيث يحظون برعاية خاصة. وأشار إلى أن بيانات ذوي الإعاقة متوفرة في أجهزة الدولة لا سيما في وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى بيانات وزارة الصحة والبيئة ودائرة شؤون الألغام ومؤسسة الشهداء دائرة ضحايا الإرهاب، فضلا عن بيانات هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن البيانات المسجلة في الهيئة ابتدأت من سنة 2016 لغاية 2023 سجلت أكثر من 600,000 معاق. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أعلن في وقت سابق إطلاق مبادرات جديدة لدعم ومساندة الشريحة